المساجد دور مهم في تربية وتوعية النشء على أمور الدين الصحيحة وتعليمهم السلوك الإسلامي. حلقة اليوم من برنامج ضياء المحراب سنسلط الضوء فيها على مسجد الخير بسيئون، هذا المسجد الذي فتح أيضا قسما خاصا بالبنات. هيا بنا نتعرف أكثر على مسجد الخير. إذن ونبدأ أول فقرات برنامجنا هذا اليوم من برنامج ضياء المحراب وحلقة مسجد الخير مع الأستاذ طلال عبد الرحمن جواس إمام مسجد الخير بسيئون. أهلا بك أستاذ طلال. الله يحييكم، مرحبا وسهلا. في البداية أستاذ طلال، حابين نعرف نبذة عن مسجد الخير بسيئون، هذا المسجد الذي يضم الكثير من المصلين في الكثير من صلواته أو في أغلب الصلوات المقامة فيه. مسجد الخير بفضل الله عز وجل طبعا تأسس وتم افتتاحه في عام 1419، وكان بهذا الحجم الذي نحن الآن جالسين فيه. وبعد عام ونصف بفضل الله عز وجل وإقبال الناس على الصلاة فيه، فأصبح المكان ضاق على المصلين، فجزى الله الخير القائمين عليه، الوالد المرحوم عمر جعفر فلهوم وهو مؤسس المسجد. كانت التوسعة في أن يبنى الطابق العلوي لهذا المسجد، ثم امتلأ الطابق العلوي فاضطر أن يأخذ إلى الجهة الأخرى وهي الجهة البحرية، فوسع بالجهة البحرية بطابقين أخرى. وبفضل الله عز وجل المسجد بحمد الله عز وجل نقول إن شاء الله معمور بالمصلين والقائمين فيه بإذن الله بين صلاة. لعل هناك قصة لبناء هذا المسجد. فكرة بناء المسجد في هذا المكان من أين جاءت؟ وطبعا هذا المكان هو ملك الفلهوم، والوالد المرحوم عليه رحمة الله الوالد عمر جعفر فلهوم أوقف هذا المكان أن يقام عليه هذا المسجد، فهي بير واحدة أصلا، وكان هذا يعتبر دور يفصل الجهة هذه عن الجهة الأخرى. وبفضل الله عز وجل طبعا لما أسس هذا المسجد على أساس أن يكون مسجد حارة ومسجد صغير يضم جيران المسجد وحوش المسجد. والعجب أن طبعا معظم جيران المسجد هي عبارة عن أحواش كبيرة أكثر من نخيل، ولكن بفضل الله عز وجل ولعل هناك ربما صلاح النية ربما النوايا الصادقة والصالحة في إقامة هذا المسجد، فكتب الله إن شاء الله نقول القبول للمسجد، فكثر رواده والمصلين فيه، فأصبح يعني أحد المساجد مشهورة في وادي حضرموت بفضل الله عز وجل. نسأل الله عز وجل الأخلاص والقبول. قلت كثر رواده. نعم. بالتأكيد هناك رواد لهذا المسجد من كبار السن والناس الذي دائما تعتني بهذا المسجد، ربما البعض منهم رحل عنه. نعم. وفارق الحياة، لكن يبقى أثره باقي متصل في هذا المسجد، والبعض ما زال على قيد الحياة إلى اليوم. بعض من هؤلاء الشخصيات الذين هم موجودون في المسجد سواء أرواحا أم أجسادا. نعم، بالذات هم طبعا كبار السن، هم كما يقال نور البيوت، سواء كان في بيوت منزلية أو بيوت الله سبحانه وتعالى. وبالفعل لما بدأ المسجد تجد كبار السن هم الذين بالحقيقة هم مصابيح المسجد، وكأنهم حمامة المسجد التي الدائمة، يأتون أول الناس ويخرجون آخر الناس،
حريصين على الذكر فيه. فطبعا كان في الوالد المرحوم عليه رحمة الله عمر جعفر بنوم، والوالد المرحوم أيضا أحمد باكثير، وأيضا الوالد سالم بازياد، هذولا كلهم رحلوا وتوفاهم الله سبحانه وتعالى، نسأل الله عز وجل أن يجعل الجنان مصيرهم. والوالد عمي بكري أبو بكر باكثير وهو لا زال على قيد الحياة، ويبلغ الآن من السن ما يقرب 90 أو يزيد على 90، ولكن بحيويته ونشاطه لا يزال يخرج أحيانا إلى المسجد ويشتاق إلى مجالس المسجد. الوالد أيضا سالم باكثير يأتي طبعا في البيت، ولكنه يأتي أحيانا بعض الأيام إلى المسجد، تلاقي أرواحهم مشتاقة إلى زيارة مثل، وكلما غاب يوما أو غاب أحدهم تحس كأنه سراج حقيقة ينطفي في المسجد. الله، فنسأل الله عز وجل أن يطيل أعمار من بقي وأن يرحم من توفاهم الله سبحانه وتعالى، رحمة الله عليهم أجمعين. أستاذ طلال، للمسجد أكيد حلقات تحفيظ تقوم بتربية النشئ وتحفيظهم لكتاب الله سبحانه وتعالى، حدثنا عن هذه الحلقات وما تقدموا هذه الحلقات لهؤلاء الشباب أو لهؤلاء الفتية. بداية الحلقات عندنا في المسجد بالذات هنا ابتدأت بعد افتتاح المسجد مباشرة، وكون في بداية طبعا تأسيس كانت حلقتين، ثم بدأنا في زياد عدد الحلقات وإقبال الناس على الحلقات، وبفضل الله عز وجل أصبح الحلقات عدد أعداد كثيرة عندنا، وسواء كان بنين أو بنات، فتحت بعد ذلك قسم البنات، وبحمد الله عز وجل تخرج من المسجد من الحفاظ، وتخرج أيضا من المسجد كثير من الطلاب الذين هم في أوائل أنشطتهم، سواء كان أيضا منهم الدكتور ومنهم المهندس، ولا يزال كثير من طلابنا الذين تخرجوا بفضل الله عز وجل من حلقات التحفيظ هم خارج الوطن، سواء كان في ألمانيا، في تركيا، في دول الخليج، في إيطاليا، في فرنسا، كلهم من طلابنا. والعجب أنك ترى تجد أولئك النماذج في الحلقات والحفاظ هم أولئك الذين فضل الله عز وجل يحققون درجات عالية. أثر كبير جدا في حياتهم، سواء كانوا موجودين أو كانوا خارج البلاد، دائما تلاحظ الأشخاص المرتبطين بالمسجد في أثار هذا الارتباط مهما تنقلوا أو ترحلوا. نعم بالتأكيد. أستاذ طلال، للمسجد أكيد مناسبات ربما سنوية أو أسبوعية أو حتى يومية، لو قلنا يومية سنقول عادات تقام في هذا المسجد، أبرز هذه المناسبات والعادات المقامة في المسجد هنا؟ في طبعا برامج، البرنامج الرمضاني له برامجه الخاصة من الدروس إن شاء الله تعالى، لكن الأنشطة التي تقام في المسجد نشاط الاختتام السنوي للحفاظ أو للحافظات أو للخريجين الطلاب المبرزين، يكون لهم كل عام حفل تكريم، هذا جانب. الجانب آخر أيضا يكون عواد سنوي، العواد السنوي هذا نقيه في المسجد بعد عيد الفطر، يكون جلسة وتوزع فيها الحلوى أو القهوة، ويأتون الجيران زيادة الترابط بين الجيران، إضافة نلقي عيدية وهي الأنشطة الخارجية، تكون في عيد بالذات عيد الأضحى. العواد يقام في عيد الفطر فقط؟ عيد الفطر، بعد عيد الفطر يكون عواد في أيام الست. عيد الأضحى تكون أيضا أنشطة الأطفال وألعاب ومسابقات بجوار المسجد تكون، نعم، وتكون فيها تدخل فيها الفرحة على الأطفال وعلى الجيران، وتكون فيها يوم عيد طبعا فيه فرحة، ويعلقهم الارتباط بالمسجد أيضا، أنه المسجد مش مسار واحد صلاة وكلها، كله حتى الفعاليات هذه لها ارتباط بالدين، لها ارتباط بالإضافة إلى زيارة الكبار السن والمقعدين في البيوت وجيران المسجد. أضف إلى ذلك المسجد أنشأ ملتقى تطوعي، وهو ملتقى هيئة يا شباب، وله أنشطة كثيرة جدا، ومنها بسمة في عرفة، في كل عرفة الآن على مدار عدة سنوات، وهو أن تخرج عدد من الطلاب ويزورون المستشفيات والمقعدين، ونجهز طلابنا صغار وكبار إلى إدخال بسمة، وجعلناها سميناها بسمة في يوم عرفة، ندخل البسمة على أولئك الذين سواء كان المرضى أو الذين مقعدين في البيوت. هذه من الأنشطة التي يقوم بها
المسجد من خلال ملتقى هيا شباب اللي هو مركزه طوال السنة تقام وطوال الأعوام المتلاحقة. بالضبط، هذه أصبحت كأنها عادة مستمرة، عادة جميلة جدا تقام في هذه. نعود إلى فعاليات رمضان والدروس المقامة في المسجد، أبرز هذه الدروس. طبعا درس العصر هذا على مدار الأسبوع والشهر كامل، طيلة أيام الشهر بعد صلاة العصر يكون درس متنوع بأقسام الفقه، السيرة، التفسير، الإيمانيات أو التزكية، تكون على مدار الأسبوع كل يوم بعد صلاة العصر لمدة ربع ساعة ثلث ساعة هكذا لا يزيد على هذا الوقت، فخير الكلام ما قل ودل في ذلك. فتكون جلسة بعد صلاة العصر إضافة إلى خواطر ما بعد صلاة التراويح، هذا بالنسبة لرمضان. بالإضافة إلى أحيانا بعض الإفطارات التي تقام في المسجد سواء كان للطلاب أو المدرسين أو لجيران المسجد، أضف إلى ذلك الاعتكاف السنوي اللي هو في آخر العشر الأواخر من رمضان تقام، وتكون القيام يبدأ من الساعة 12 ويستمر حتى السحور، وبحمد الله عز وجل يعني الله يجعلنا من قيام من قوام رمضان بإذن الله تعالى. أيضا لو بنتكلم عن دور المسجد من المجتمع المحيط، وقبل نتكلم عن دور المسجد نتكلم عن هناك قسم خاص للبنات، وهذا ربما ميزة في مسجد الخير أنه في حلقات تحفيظ للبنات، تحدث عن هذه الحلقات. الحلقات هي نفس ذاك قسم البنين وذاك قسم البنات، طبعا قسم مستقل، حلقات تحفيظ في حلقات نموذجية داخل المسجد، وإن شاء الله عن قريب إن شاء الله سيتخرج 4 حافظات بإذن الله تعالى هذا العام، من خريجات من إضافة للتخرجين في السنوات الماضية. فالحلقات تأخذ في حلقات نسائية كبار السن يعلمونهم كيف التلاوة، وفي حلقات ايضا تحفيظ تعليم تحفيظ القران، وفي حلقات الصغار ايضا النورانيه وما يتعلق بمجال القران بالذات. فترتها طبعا للبنات يكون المسائيه من العصر، بس من العصر الى قبل اذان المغرب، ثم ينصرفن البنات. بالاضافه يوم السبت بس الصباح تاتي هذه الحلقات النموذجيه بها تكثيف فقط مكثف للحفظ والقران. نعم. دور المسجد في المجتمع المحيط به، وكون المسجد يعتبر في دين الإسلامي نواة. نعم. لمثل لم الشمل أيضا للتوعية بكل الآفات أو بكل المخاطر التي كثير هي متجددة. صحيح. ودائما ما نلاحظ هناك عادات جديدة ودخيلة على مجتمعاتنا، على حتى مساجدنا. ما يقوم به مسجد الخير ومساجد الأخرى من وجهة نظرك أستاذ طلال في توعية المجتمع المحيط به؟ هو بحق ذاته كما ذكرت أخي أستاذ علي، المسجد هو نواة، والنبي عليه الصلاة والسلام لما دخل إلى المدينة المنورة أول ما أسس بيت الله عز وجل والمسجد، وهو بذلك نواة يجمع الجيران، بل حتى الجيران هم نفسهم يقولون ما كنا يعني نتعارف هذا التعارف لولا بعد الله فضل الله عز وجل بني هذا المسجد، فأصبح الجار يعرف جاره ويسأل عن جاره، فترى كل يوم في صلات قوية جدا جدا، فقالوا فضل الله عز وجل، ثم بالمسجد أصبحنا تعارفنا وتقابلنا، نتقابل في اليوم يعني 5 مرات في الصلاة. المسجد له دور طبعا في إصلاح ذات البين، في الزيارة، في خلق روح المحبة مع بعض الجيران، مع بعضهم البعض، إضافة إلى إصلاح ما يمكن إصلاحه في بعض العادات التي ربما تظهر هنا أو هناك، من خلال حلقات التحفيظ، من خلال النصح والإرشاد في الخطابة أو الدروس التي تقال، من خلال الزيارة إلى جيران المسجد لها دور أيضا، مشاركة جيران المسجد في أفراحهم، في أحزانهم، في أمورهم، يحسون أن المسجد جزءا منهم وهم جزءا منهم إن شاء الله. المسجد وأهل المسجد دائما ما يكونون قريبين فيما بعضهم فيما بينهم البين. جميل أستاذ طلال، دائما للمسجد دور مهم يقوم به للجيران وحتى للناس خارج. نعم. المجتمع المحيط بالمسجد تلاقي بعض المساجد الناس تأتي للصلاة منها من خارج الحافات اللي موجود فيها المسجد، وهذا أثر جميل تتركه المساجد. أستاذ طلال، الحوار معك ذو شجون ومليء بالفائدة وبالنصائح والرشد والتوعية للمجتمع،
وايضا تعرفنا على مثل الخير وما يقوم بمثل الخير من دور سواء في رمضان او في طيله ايام السنه. تلفزيون حضرموت واسره ضياء المحراب تقدم لاداره المسجد بهذا الدرع التذكاري، شاكرين لكم جهودكم وما تقوم به في هذا المسجد. شكرا لكم وشكرا لزيارتكم وشكرا لهذا اللقاء الذي جمعنا بكم، ونسال الله عز وجل كما جمعنا في بيته ان يجمعنا ان شاء الله يوم القيامه. اللهم امين يا رب العالمين. شكرا برحمه اخواننا على سر المتقابلين باذن الله تعالى. شكرا لكم ونسال الله عز وجل ان شاء الله ان يكون لقاءنا معكم مرة أخرى إن شاء الله بإذن الله. شكرا لك وأنتم مشاهدينا شكرا لكم، ننتقل إلى فقرتنا القادمة. أهلا بكم مشاهدينا. سؤال حلقتنا لهذا اليوم يقول: من هي أول فدائية في الإسلام؟ من هي أول فدائية في الإسلام؟ دعونا نتعرف على إجابة هذا السؤال، فهيا بنا. السلام عليكم. سلام. معنا سؤال. السؤال: من هي أول فدائية في الإسلام؟ أول فدائية في الإسلام. فاطمة. لا. ابنة صحابه هيا برضو لا على آخر محاولة من شي اختيارات لا بقرب شي بنت صحابي صديق الرسول صلى الله عليه وسلم أبوها هو أول الخلفاء الراشدين من هي بنته اسمه من عرفوني كذا اذا شكرا السلام عليكم كيف امورك يا اخي الله بخير الله يحفظك السؤال يقول من هي اول فدائيه في الاسلام ام عمار لا ام ياسر برضو لا اخر اجابه لا طيب شكرا لك السلام عليكم وعليكم السلام معنا السؤال يقول من هي أول فدائية في الإسلام؟ طيب ما في خيار؟ بقرب لك الإجابة هي ابنة أول الخلفاء الراشدين وهو صديق الرسول أبو بكر الصديق أيوة. استنى هي زو قربت لك الإجابة على آخر أيوة بنات وانتنتين زينب لا لا زينب أنت أبي بكر بالحرف الأول يلا آخر محاولة حفصة سمية عائشة زوية رسولك طيب شكرا لك من هي أول فدائية في الإسلام بنت أبو بكر الصديق من اسمها من زينب لا ما عندي إجابة إذا مشاهدينا ما زلنا نبحث على السؤال إجابة هذه الحلقة وهو من هي أول فدائية في الإسلام هيا بنا إذا ما زلنا متواصلين وإياكم مشاهدينا ومعنا السؤال السؤال يقول من هي أول فدائية في الإسلام والله ما أقول لك إلا خير ابنة أحد الخلفاء الراشدين بل هو أولهم
اسماء. من؟ اسماء يكون. اسماء بنت من؟ اول الخلفاء الراشدين من؟ صديق الرسول صلى الله عليه وسلم، صاحبه في الغار. الله ما اقول لك. هي اسماء صحيح. اسماء. اسماء من؟ اسماء. اسماء بنت وهب من ادري من كذا. ما صديق الرسول من اسمه؟ صاحبه في الغار. ابو بكر الصديق. اذا اسماء بنت من؟ ابو بكر الصديق. اسماء بنت ابو بكر الصديق هي اول فدائيه في الاسلام، تعرف عليه؟ منها سيد عبد الحسين. وين يا منها؟ من عدن. حياك الله ويا حيا بأهل عدن. الله. اذا جائزه السؤال تروح لي منها، ومبروك عليك الجائزه. الله يبارك فيك. شكرا لك يا منها. الله يخليك. الله يعطيك العافيه. يروى عن صلاح الدين الايوبي انه كثير التغافل عن ذنوب اصحابه، يسمع من احدهم ما يكره ولا يعلمه بذلك ولا يتغير عليه. يقال انه كان جالسا ذات مره وعنده جماعه، فرمى بعض المماليك بعضا بنعل فاخطاته ووصلت الى صلاح الدين ووقعت بالقرب منه. توقع المماليك ان صلاح الدين الايوبي سيغضب ولربما يضربهم بالسيف لما في ذلك من اهانه للقائل المحنك، فما كان من صلاح الدين الايوبي إلا أن التفت إلى الجهة الأخرى ليكلم جليسه في محاولة منه للتغافل عما حدث حتى لا يعطي الأمور أكثر من حجمها، ولعل بهذا الحلم استطاع أن يكون قائدا فدا ألف القلوب حوله لمحاربة الأعداء والنصر عليهم. بهذه القصة نختم وإياكم حلقتنا لهذا اليوم من برنامج ضياء المحراب. أشرق ضياء المحراب بالعلم والقرآن، يهدي قلوب الناس للحق والتبيان. الله أكبر صوت كم هي.